طيب زي ما حضراتكم شفتوا ده المؤتمر الصحفي وكلام من الكابتن سامي قمصان ومن كابتن الفريق كابتن رامي ربيعة، اعتقد كلام يعني معقول الحقيقه في اطار طمأنه الجمهور، ولكن وضع كل حد قدام المشاكل اللي بتحصل برضه. حلو جدا الشفافيه برضه اللي كانت موجوده من كابتن سامي، هو بيتكلم احنا دلوقتي مش هنطلع ان احنا نهول او ان احنا نقول كلام مش موجود، لا احنا بنتكلم ان احنا عندنا الوضع 1 2 3، ولكن في نفس الوقت احنا بنقول لحضراتكم ان احنا قدها، اللعيبه جاهزه، مفيش اي مشكله. وكمان في نقطه، فكره ان كابتن محمود الخطيب يروح، ودي نقطه في غايه الاهميه اللي حضرتك قلتها في البدايه، لا بتفرق جدا، بتدي دعم معنوي عظيم جدا، وده شفناه في مباريات كتيره جدا لما كابتن الخطيب يكون موجود، في ثقه تعطى للعيبه بشكل كبير، ويمكن ده هيفرق كمان. انت بتتكلم في ناشئين، فوجود كابتن الخطيب بتدي كده زي الرسائل اللي هو انا واثق فيكم، انا عايز اشوف الجيل ده بيعمل ايه. فان شاء الله فعلا يكونوا اداها واحنا واثقين من ده، بس اكيد هتبقى اجواء مختلفه كمان بوجوده. وانا مطمنه يعني، لو حضرتك هتسالني انا مطمنه ان شاء الله خير جدا. الناس على السوشيال ميديا برضو لو لك الصوره بحب اتابع بقى، اخش اشوف كده على تويتر تحديدا، لا الناس كم التشجيع والايجابيه اللي موجوده عندها بجد، يمكن كانت اكتر من وقت منتخب مصر في الاول المباريات الاولى فعلا. الحقيقه طبعا لانه ده النادي الاهلي، ودائما النادي الاهلي احنا كل جمهوره دايما بيفضل في ظهره، دايما بيفضل واقف وراه مهما حصل. يعني اهلاويه كتيره جدا كانوا بيتكلموا معايا ويقولوا لي يعني اسلام الموضوع صعب ومش عارف ايه، ولكن بس احنا هنفضل في ظهر الفرقه وهنفضل، هو ده المهم، وهو ده دايما اللي احنا دايما بنحب نقوله لكل جمهور الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين دايما بيبقى معانا المسحه اللي حصلت، ايه اللي حصل طوال اليوم. النهارده انا هوندي دايما او الاهلي في المونديال بيبقى في اخر اليوم بنجيب بقى كل حاجه وشويه كده، انتوا بتلحقوا بقى اللي في الاخر، احنا بنبقى لسه ما فيش اخبار جديده قوي الصبح، تلحقوش غير الصبح. الفطار فطروا ايه؟ فطروش ايه؟ صح والله. لا بس حلو جدا ان احنا ننقل لحضراتكم برضو من خلال قناه الاهلي والاهلي في المونديال، يعني خطوه بخطوه ايه اللي بيحصل، كان الصوره حيه بننقلها لكم من الكواليس، الاقامه للتدريبات للمساحه الطبيه، ونطمن حضراتكم طبعا دي حاجه بتبقى مهمه جدا. وزي ما حضراتكم شايفين برضو صلاه الجمعه يعني كاننا معاهم هناك والله. بالظبط كده. خلي بالك كمان الاجراءات الاحترازيه بيبقى ليها دور كبير جدا، وده النادي الاهلي بيتبعه، خصوصا بعد دلوقتي اللي بيعدي من قدام حد عنده كورونا بيجي له كورونا، يعني عارفه اللي هو الموضوع بقى صعب، الموضوع بقى صعب جدا، محدش عارف بجد. ما هو خلي بالك يعني احنا عندنا مثلا فاروق صلاح كان مسافر، فاروق مراسل قناه الاهلي كان مسافر وكان زي الفل، مفيش حاجه خالص سبحان الله، مفيش حاجه خالص وما عندوش اعراض خالص. نفس الكلام كريم، نفس الكلام محمد توفيق، مفيش اي اعراض، يعني الناس كانت بتلعب كوره، واللي كان مسافر واللي كان مسافر جوه مصر يعني، واللي كان هنا واللي كان هنا، ولكن ما تفهميش دلوقتي الموضوع ايه. فبالتالي لازم لعيبه النادي الاهلي تحافظ على نفسها، وعشان كده في اجراءات احترازيه كبيره جدا 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 داخل بعثة النادي الاهلي بتفضل موجوده وهتفضل موجوده. دي مهم، بتفق معاك جدا، ده شيء اعتقد ما فيهوش اوبشن اللي هو رفاهيه، يعني ما فيش هنا قصه ان احنا هتعدي، لا فيش حاجه اسمها كده ابدا يعني. ويمكن برضو الفتره اللي كان فيها اعلان من كام يوم موسيماني ان هو مسحته كانت ايجابيه، دي يمكن وطرت الاجواء شويه، بس الحمد لله هو دلوقتي افضل كتير. هو يمكن اللي بيجي ده مش كوفيد بقى، اللي هو اوميكرون اللي بيجي 3-4 ايام، هو مش افضل، هو الراجل زي الفل، هو يعني الحمد لله عدت يعني، بس هو ايجابي ستيل، ايجابي لغايه دلوقتي يعني، ممكن دلوقتي ما يبقاش موجود يعني، لا ربنا احنا عارفينه لغايه النهارده، لغايه المسحه بتاعه النهارده لسه طبعا ما بانتش نتيجتها، ولكن لغايه ما قبل المسحه النهارده لا هو ايجابي بوزيتيف، وبالتالي ما اعرفش هل بكره هيبقى سلبي، هيبقى موجود في حاجات غريبه الواحد بقى بيشوفها مع هذه الجائحه بصراحه، هذا الكوفيد، هذا الكوفيد اللعين. ايوه عموما زي ما حضراتكم شايفين بنحاول نجيب لحضراتكم كل ما يحدث في او مع بعثه النادي الاهلي في الامارات. امبارح كنا طول النهار بنتكلم او بالليل اتكلمنا عن فرحه فوزنا عن منتخبنا الوطني، النهارده هنتكلم عن النادي الاهلي، ان شاء الله بكره النادي الاهلي يبقى خير ممثل لمصر في كاس العالم للانديه، على الرغم من الصعوبات الكثيره جدا. لازم انوه لهذا الامر، على الرغم دائما من الصعوبات الكثيره والكبيره بعدم وجود حتى الان مدير فني لانه ايجابي، وده مهم جدا، غياب 12 13 او يمكن اكثر عدد اكبر من اللاعبين، حاجه غير مسبوقه فعلا يعني، صعبه حاجه جداً. كانت او هتبقى صعبه جدا، ولكن ان شاء الله مجموعه اللاعبين اللي يبقوا موجودين يبقوا قدها ودول.